بالتأكيد كان في جلسة مباحثات، وعقب هذه الجلسة أكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغيني على وضوح الموقف المصري فيما يخص سد النهضة الأثيوبي، وبيشدد الرئيس على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب. هستأذنكم برضو هنشوف هذا التقرير ونرجع نستأنف كلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز فخامة الرئيس عمر إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو الشقيقة، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بأخي فخامة الرئيس إمبالو في بلده الثاني مصر، وذلك في أول زيارة له إلى القاهرة منذ توليه الحكم، متمنيا له إقامة طيبة ومثمرة. وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا العميق للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وغينيا بيساو من خلال روابط تاريخية مشتركة ترجع إلى فترة التحرر الوطني في قارتنا الإفريقية إبان القرن الماضي. لقد أجريت مع أخي الرئيس إمبالو مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين. وأكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين بلدينا إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. واتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجالات نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في غينيا بيساو، كما تناولنا القضايا الإقليمية التي تهم الطرفين وعلى رأسها موضوع مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة، حيث أوضحت محددات الموقف المصري في إطار مفاوضات سد النهضة، مع التأكيد على استمرار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب. فخامة الرئيس عمر إمبالو، أسعدني لقاءكم اليوم وأنني أتطلع لمزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى لغينيا بيساو وشعبها كل الخير والاستقرار والرفاهية. وأجدد ترحيبي بكم والوفد المرافق لفخامتكم في بلدكم الثاني مصر. شكرا لكم فخامة الرئيس ولتتفضلوا. مرسي بوكو. شكرا سيدي الرئيس السيسي. إنه لشرف كبير لنا أن أجد نفسي هنا في دولتي الثانية أو بيتي الثاني كما قلت سيدي الرئيس السيسي. إنه من دواعي سروري أن أقول أنه يوم التلاقي لأن مصر اليوم وقد تحدثنا مع عن الرئاسة المصرية بين الأشقاء الأفارقة. أنت إفريقي لأننا نتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لأنه تاريخ إفريقي، واليوم أنتم ملتزمين على هذا الدرب. ونحن عندما كنا شباب قرأنا الكثير فيما يتعلق بتاريخ مصر ومصدر الفخر، وأنا فخور أن أكون أخيكم. للأسف في وقت ما كما قلنا كانت مصر متغيبة عن أشقائها، ولكن اليوم هو يوم التلاقي وكافة الدول الإفريقية تشعر بالرئاسة المصرية وبالدبلوماسية المصرية. إن غينيا بيساو دولة شقيقة صديقة لمصر منذ استقلالنا، ولهذا فإننا نلتقي اليوم هنا حتى يتسنى لنا أن نتبادل سويا في كافة المجالات، تبادل الخبرات، خبرات مصر في مجال مكافحة الإرهاب
والإشانج كوميرسيو التبادل التجاري أيضا الروفرتور للأمباساد الإيجيبسيان إعادة فتح سفارة مصرية في غينيا بيساو وسفارة غينيا بيساو هنا في مصر وكما كان الوضع في السابق سيدي الرئيس أود أن أقول لكم أيضا أننا نود بشدة أن تكون مصر المتحدثة باسم غينيا بيساو مع كافة أصدقاء مصر لأن الأمور كانت تسير دائما كهذا وستقوم غينيا بيساو بنفس الأمر. تحدثنا أيضا عن La coopération dans le domaine التعاون sécuritaire في المجال الأمني ومجال الدفاع. Et ma délégation qui m'accompagne. والوفد الذي يرافقني. Avec la ministre des Affaires étrangères. مع السيدة وزيرة الخارجية والسيد وزير المالية. Ministre de la Défense. السيد وزير الدفاع. ومدير مكتبي والسيد المستشار الخاص بي. نحن نتوجه كافة لكم بالشكر لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة هنا في مصر. شكرا سيدي الرئيس. شكرا جزيلا.